قرأت سبيس بريس في كل مكان. السلام عليكم، معكم مبارك أبو علي من مدينة موريال، وبالضبط من مرسم الفنان التشكيلي عبد الرحيم بن حليمة. عبد الرحيم بن حليمة اللي ارتبط الاسم دياله بالفن التشكيلي وبفن الجرافيزم في المغرب وفي سويسرا وفرنسا، حيث درس وحصل على شهادات عليا، والآن هو يتواجد بكندا. عبد الرحيم بن حليمة في هذا الحوار غادي يجاوب على الأسئلة ديال هسبريس بخصوص الثورة اللي عرفها فن الجرافيزم، وكذلك المستوى الذي وصله المغرب في هذا الفن هذا، وكذلك النصائح ديالو لعدد من الشباب اللي كيحبوا هذا الفن هذا، وفي الأخير غادي يجاوبنا على الفن الجديد اللي كيتعطلوا له هو فن الديجيتال. خليكم مع عبد الرحيم بن حليمة من موريال. المسار ديالي هو مشوار طويل وشاق جدا، حيث أنه يعني بديت الصباغة منين كنت في سن 7 سنين، وأنا ذاك حرصت على الجائزة الأولى ديال الصباغة الفطرية اللي كانت أنا ذاك كتنظمها وزارة الشبيبة والرياضة. بعد ذلك هذه الجائزة جعلتني نستمر، وبعد ذلك يعني كنت ديما تنخرط مباريات مختلفة، ومن بعد قررت أنني نتوجه في هذا الميدان، ومشيت للدار البيضاء ودرست في ثانوية جابر بن حيان في الفنون التطبيقية. من ثم أخذت البكالوريا تقنية في الفنون التطبيقية وانتقلت لفرنسا، وبالضبط مدينة أورليون اللي فيها قمت باختصاص في الجرافيك ديزاين. ومن بعد أورليون هي مدينة قرب باريس، دوزت فيها سنة، وكنت كنعرف من قبل سويسرا وكذلك الجودة ديال التعليم خصوصا في ميدان الجرافيك، والتحقت بمدرسة الفنون، المدرسة العليا للفنون الجميلة والتطبيقية في مدينة لوزان، وعشت في سويسرا تقريبا 8 سنوات. بعد ذلك رجعت لفرنسا وتقدمت للدبلوم العالي للفنون البصرية، لو دبلوم ناسيونال سوبيريور ديكسبريسيون بلاستيك. والمجيء ديالي لكندا من الناحية المهنية كان مهم جدا، حيث أعطاني إضافات جديدة، لأن الآن يعني كنت تكلموا على الرؤية شمال الأمريكية للفنون، فاكتشفت واحد العالم جديد، تقنيات جديدة، نظريات جديدة، فلسفة جديدة للفن، وانخرطت في الميدان الثقافي واحتكيت مع الميدان الثقافي والميدان الجمعوي، وتعرفت على شخصيات كبيرة. ومن ناحية الفنية كذلك جعلني الوجود ديالي في شمال أمريكا وفي كندا بالخصوص أنني انتقلت من الصباغة لما يسمى بلاغ ديجيتال، وهذا شيء جميل جدا. وحقيقة المرحلة الانتقالية للتكنولوجيا الحديثة كانت صعبة جدا في الميدان الجرافيك، لأن التكوين اللي احنا كنا تلقيناه في المدارس العليا كان تكوين ما يسمى بلا تكنولوجي، با لا تكنولوجي انترميديير، لا تكنولوجي كونفونسيونيل. ومن بعد جات لا تكنولوجي دو بوينت، وهنا كان خاص الانسان يندمج وينخرط كذلك مع التكنولوجيا الحديثه. فيعني كان انا بالنسبه لي تحدي، لان انا كنعرف واحد المجموعه الاصدقاء وجدوا صعوبات. انا كنت اتكلم في الميدان يعني ديال التصميم الاعلامي، الناس اللي كانت عندهم دي زاجونس وكان عندهم دي ستوديو دو كومونيكاسيون لقاو صعوبات، لان ما كانوش مهيئين. انا شخصيا عملت نوع ديال التحدي، وكنت كنتبع مجموعه ديال المجلات التقنيه الى اخره متعلقه بالميدان، وحضرت مناظرات في الخارج الى اخره، كنت متبع عن كتب تطور وقمت بتكوين، ولهذا ما كانش عندي مشكل مع ما يسمى بآلة الأورديناتور، ما كانش عندي مشكل، والحمد لله التكوين مستمر. بكل صراحة الجرافيزم في المغرب يعني عنده مستوى عالي جدا،
والمغاربه يعني كيمتازوا بواحد الخيال الخصب، وكيمتازوا بواحد الروح ابداعيه هائله جدا، ولكن كاين يعني قله مع الاسف وقع تمييع ديال هذا الميدان، لان في ناس دخلوا ما عندهم حتى شي علاقه بالميدان. ولكن على العموم المستوى ديال الجرافيك ديزاين في المغرب ممتاز، الا تكلمنا على الناس يعني المهنيين المعترف بهم عندهم مستوى عالي جدا في الابداع وفي الجرافيك ديزاين. وكان يعني كنت كنشتغل في ميدان التصميم الاعلامي، كانت ديما الفن التشكيلي كانت ينمي الابداع ديالي في ميدان الجرافيك، وكذلك التجربه ديالي في ميدان الجرافيك كتنمي الابداع التشكيلي. فهذه هي الفكره. فقلت انه من الاحسن الانسان يكتشف يدير واحد القفزه نوعيه ويوظف الخبره ديالو في الجرافيك ديزاين ويدير واحد النوع ديال الدمج او فيزيون انت الجرافيك ديزاين والفن التشكيلي. وهذا المشروع سميته ريفيلاسيون، فهو يتعلق بالتجريدية الهندسية. ولهذا خديت واحد الخمسة ديال الشخصيات كبيرة اللي اشتغلت في هذا الاتجاه ديال ما يسمى بالتجريدية الهندسية، منهم فازاغيلي، منهم ماليفيتش، منهم فرانس تيلا الأمريكي، منهم واحد رسام فازاغيلي، رسام يعني اشتغل بالجرافيك ديزاين، يعني وضف تقنيات ديال الجرافيك ديزاين في الإبداع التشكيلي. فحاولت باش ناخد تجربة ديال هاد الناس وأجمل ما وصلوا له في الاكتشافات ديالهم فيما يخص يعني تشكيل أو المدرسة التجريدية الهندسية، وعملت عليها إضافات وخرجت بواحد المشروع اللي سميته ريفيلاسيون. أنا النصيحة ديالي اللي تنعطي للشباب هو أن أولا الاهتمام بالمعرفة، لأن المعرفة هي الأساس، هي اللي كتجعل الإنسان يتألق في الميدان دياله. والاهتمام كذلك بالتكوين المستمر فيما يخص البرامج، خاص يكون تكوين مستمر، والانفتاح على العالم، وكذلك معرفة يعني الـ الأشغال والتيارات اللي موجودة على صعيد العالم. والآن مع وسائل الاتصال هذا شيء ما بقاش مشكل. وكذلك غادي نقول للشباب على أن البرامج لا تكفي، يعني أنه مثلا الإنسان كان متمكن من فوتوشوب ولا من الإليستريتر ولا من فري هاند ولا من ميش بيكر اكسترا، هذه المسائل هذه يعني البرنامج سهل، يعني 6 شهور 7 شهور تيمكن الانسان الا كانت عنده اراده وكانت عنده واحد المجموعه ديال المسائل التقنيه الى اخره تيمكن يوصل. ولكن اللي مهم وهو الثقافه العامه، وهو التصور، وهو هذيك الشعله الفنيه الفطريه، هذيك اساسيه جدا. لان الشيء الاخر سهل، لان ملي كنعملوا برنامج هو البرنامج فقط كيسهل العمليه ديال الانتاج، ولكن ما عندوش علاقه بالابداع المحض 100%. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.